أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: مما ابتلي به كثير من الناس في هذه الأيام مشاهدة المباريات الرياضية وتشجيعها والانتماء إليها وتمني فوزها، وقد يكون من بينهم الكفار، فهل يدخل هذا الشعور في موالاة الكفار ومحبتهم؟ إذا أحب أن ينتصر الكافر ولو بالألعاب الرياضية فهذه مودة لهم، إذا أحب أن ينتصروا ولو في الألعاب الرياضية فهذه موالاة لهم. نعم.